لبيك أبا عبد الله، لبيك أبا عبد الله، لبيك أبا عبد الله. من أنت يا حسين؟ أحييت القلوب، فرشت الكروب، أيقظت الشعوب، يا صبت الرسول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله، السلام عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي الأكبر، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولا، حجر على عيني يمر بها الكرى، حجر على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترتي أحمدي، أقمار تم غالها خصم الردى، أقمار تم غالها خصم الردى، واغتالها بصروف الزمن الردي، شتى مصائبهم فبين مكابدا سما، شتى مصائبهم فبين مكابدا سما، وبين منحور وبين مصفدي، سل كربلا كم من حشن لمحمد، سل كربلا كم من حشن لمحمد، نهبت بها وكم استجذت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي، وبها على صدر الحسين ترقرقت، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرمي سيدي. وعلي قدر من ذوابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي، بكر الذبول على نظارة غصني، أيوة عليا، بكر الذبول على نظارة غصني،
إن الذبول لآفة الغصن الندي، تموج الخيل من يجبل عليها لجن الخيل أبو الحسنين بيها ذب هذا ورا هذا لديها يا مساميها والسيف يلحق الفا عقب ما فرق الهامات والطاس جت ضربة العبد على الراس وقع وتلاقفه بسيوف هالناس شبق على المهر ويلي والمهر ف شبق على المهر لباله يودي لابو حسين عن القوم يحمي اثار المهر للعدوان فاربي اثار المهر للعدوان فاربي وشبي بموسط العسكر هذا يقطع بسيفه وريده وعليا هذا يقطع بسيفه وريده هذا بالخناجر فصلي وذاك يغطي مين رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغى دركني يا ابويا وجيب لي قطرة امي رفرف على راسي ترى طير المني يا حسين يلي من تماسك بيك ما أخا يا موجة الزهراء وظن وداحي الب أريد قطرة ماء قلبي من العطش ذا أريد قطرة ماء قلبي من العطش أظلم نارة عيوني وأظلم الوادي علي لو تنطفي بقطرة ماء يا نار قلبي ما حد كفو من هالجماع يوقف بدر برد غليل وعاينا طرادي وحربي لحمل على الجمان حملها شمي واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل ودع النهار من العجاج اظلم من اللي واملي الوادي من الجثاث وادع الدماس وافني العدا واترك مضاربهم خلي لكنما الأمر لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في عنق الإنسان في هذه الدنيا أمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كثير أمانات في أعناقنا ربما نكون ملتفتين إليها وربما لا نكون ملتفتين نحتاج إلى من يلفتنا إليها حتى نؤديها قبل أن نرحل من هذه الدنيا إذ بعد الرحيل بعد ما يمكن أنت أمانات في عنقك ها إن أداها الورثة علموا بها فأدوها تخلصت ذمتك وإلا فأنت في حيرة في عالم البرزخ ويوم القيامة وماكو
وماكو هناك مجال إلا ماذا؟ بين الأعمال. شلون يعني بين الأعمال؟ يعني أمانات وما أديتها راح يأخذون من أعمالك، يأخذون من أعمالك الحسنة ويعطوها ذاك. ثم ماذا؟ إن انتهت الأعمال ماكو أعمال، حسناتك وصلواتك وعباداتك وزياراتك راحت، أخذوها أعطوها فلان وفلان وزعوها، لهم حقوق ما أعطيتهم إياها. في هذه الحالة يبدأون يأخذون أكرم الله السامعين وجارنا الله من هذا، يأخذون سيئاتهم يضعونها لك. فالإنسان شوف شلون حضورك عند الحسين ينبك الأمور. الليلة راح تنتبه لأشياء، إن شاء الله بس يكفيني الوقت، راح نلتفت لأشياء مهمة جدا، أمانات في أعناقنا كثير منا ما ملتفت لها، ها مختفية بين في حياته ما ملتفت لها. رحم الله من ذكر قام آل محمد. اللهم صل، تقدم وفقكم الله، افتحوا المجال للآخرين، تقدم وفقكم الله. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى محمد. أول أمانة الصلاة، الصلاة هذه الصلاة مهمة، عمود الدين. في بعض التفاسير، كثير من التفاسير لما يمرون على الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعض التفاسير، كثير من التفاسير يقول الأمانة هنا مذكور بها الصلاة، مقصود بها الصلاة. طبعا أكو تفاسير أخرى على أنها الولاية، على أنها كذا، نعم، لكن ثقيلة. شوف لاحظ آيش قالت، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فبعضهم قال الأمانة، الأمانة هنا الصلاة. من الأمانات أيضا اللي الإنسان مطالب بها وفي عنقه غير الصلاة أيضا ماذا؟ الزوجة، هذه أمانة، والدها أعطاك إياها، أمانة في عنقك المحافظة عليها، ها تحافظ عليها، تعطيها حقوقها، لا تظلمها، أمانة في عنقك. الزوجة، البنت أمانة، والولد أمانة، عيالك أمانة في عنقك أيضا. كذلك أيضا من الأمانات ما يعطيك إياه الناس، واحد أعطاك سيارة خليها عندك أمانة، بعد ما تستعملها إلا إذا استأذنت منه، أعطاك قلم ما تكتب به كأمانة، ما تتصرف فيها إلا بإذن صاحبها. يعني لو أعطاك سيارة وقالك بس أسافر خلي السيارة من البيت، تمام، من حقك مو تشغلها وتدربها، حتى فتح الباب ما تفتح إلا بإذنه، تتصل عليه تقول له أنا أريد أغير مكان السيارة، أودي مكان آخر، ها كذا. فأكو بعض الناس لما يستلم الأمانة يظن أنها كملكة بدون إذن عن صاحبها. أموال الآخرين أيضا، أموال حتى أموال زوجتك إذا سلمتك إياها أمانة ما يمكن تصرف فيها أنت ولا ريال، إذا تريد تقترض من تستأذن. أموال زوجتك، أموال ولدك عندك، ها تريد تقترض منهم ترجعهم، هذا لازم بإذن عنده. ما أتكلم عن الأطفال الصغار، الصغار هذا للأب ولاية، الأب له ولاية، راح إن شاء الله إذا كفى الوقت أتكلم عن ولاية الأب. زين، هذه كلها ذكرنا الأمانات. من أهم الأمانات الأموال، الأموال هذه اللي الله أعطاك إياها، هذه أنت ماذا فيها؟ حقوق، هي أمانة عندك وفيها حقوق، ولا بد أن تتصرف بها كما يريده الخالق، مو كيفك أنت تتصرف فيه كما تريد. أولا تكسبها من الحلال، لا بد تأخذها من الحلال. والذي نفسي بيده لا تجوز، رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي نفسي بيده لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن آسف بداية الرواية، لا تجوز قدم عبد يوم القيامة على الصراط حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أو ولايتنا في الرواية، عن حبنا أو ولايتنا أهل البيت. الآن نجي كأنما نقف شوي مع هالرواية ذي اللي ذكرناها. راح يسأل الإنسان كم مر عليكم الآن، يسأل عن مال من اكتسبه، كسب لابد يكون كسب من حلال، ها
والكسب الحلال فيه ثواب عظيم جدا جدا. لو حدثك الآن نحتاج لنا محاضرة كاملة بس عن الحديث حول ثواب العمل. العمل ها، أن تخرج تكسب على عيالك حلال ها. رواية عن النبي الرحمة صلى الله عليه وآله: العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال ها؟ العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. وعنه صلى الله عليه وآله: من بات كلاً يعني تعبان من طلب الحلال بات مغفوراً له ها؟ نعم. والروايات الأخرى الكثيرة في فضل طلب الحلال، أن الإنسان يطلع يكد ويكدح ويطلب الحلال، ثواب عظيم. إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهم في طلب الحلال. ثاني يصير عنده هموم، مت شلون بيشتغل، شلون كذا، يهتم يجد ويجتهد ها، ما يروح يشحذ من الناس، يطلب من الناس ها. هذه مذلة، السؤال مذلة، على الإنسان يجد ويجتهد ما يكون في هالحياة، ماذا يكون فعال في الحياة. عموما حديثي مو حول العمل فضل العمل، لكن هذا طريق كسب الحلال وفي ثواب. نستجر بالله الطريق الآخر. الآية قالنا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، قد يكون الكسب حرام، نستجر بالله، والكسب الحرام ها؟ بعد هملة طرق أكثركم يعرف شلون إنسان يكسب، نستجر بالله، يبيع أشياء محرمة، يغش في تجارة زين، يسرق، ينهب ها؟ يأخذ أموال آخرين بغير حق، هذا كله حرام. أكو بعض الناس، هذا من المصائب اللي واقعين فيها إحنا وكثير منكم مبتلي بهالشيء هذا ها؟ أن أناس يقترض منك وعلى أنه راح يرجع القرض، وبعدين ماذا تدور خويك ما تلقاه ها؟ دورة ما تلقاه، حتى ما يرفع السماعة ولا يرد. وأكو ناس يقترض على أنه بيرجعهم، يعني نيته أول ما اقترض منك بيرجعهم ها؟ هذا لا بأس زين، لا بأس، لكن وأحيانا يرجعهم يستطيع، وأحيانا ما يستطيع يرجعهم في الوقت المحدد. الله يقول لك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنت لا تضغط عليه، أنت والدنيا عليه بعد مسكين ها؟ إلا جيب أموالي الآن أو أشتكيك وكذا وتمرمر حياته. أنت سويت خير في البداية، أغرضته، انتظر علي شوي، عطى مجال. إذا عرفت إن ماذا ما يستطيع يسدد الآن، عطى مجال. القرض ترى فيه ثواب عظيم أكثر من الصدقة أخواني، القرض فيه ثواب أكثر من الصدقة. لكن اللي قطع سبيل الخير منهم هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس وما يرجعونها ها؟ فهذول قطعوا سبيل الخير. وهذا اللي يأخذ من البداية منك ومني ومن فلان وأصلاً عندني ما يرجعهم، هذا سارق في الواقع، سارق لكن بطريقة محترفة ها؟ طريقة احتراف، يجي لفلان ويأخذ منه، وفلان يأخذ منه ها؟ وناوي ما يرجعهم، هذا يأكل حرام طبعاً، يأكل حرام. فهذه طريقة من طرق الحصول على المال، وهي نعم غير صحيحة. أحد المؤمنين سألني سؤال لا بأس طرحها في النقطة هذه، أن بعض الناس يأخذ منكم من فلان كذا أموال على أنها قرض بيسدده ويحط ماذا ها؟ القرآن قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ها؟ اكتب ورقة، حتى لو بينك وبين أخوك، بينك وبين اللي كلمك، تقول شيخ وأثق فيك، أنا لما أعطيتك أثق فيك أنت شيخ. نعم تثق فيني، جزاك الله خير وأشكرك على ثقتك فيني، لكن شي دريك أنا يمكن أخذ المال منك منه وأطلع البيت يجي الملك من الله المأمور يأخذ الروح. أنت لما أخذت أنا المبلغ وما كتب من ورقة واثق أنت فيني، جيت للورثة قلت لهم تعالوا أنا معطي بكم أموال، شو يقولون لك؟ عطني إثبات، رحم الله والديك يا مؤمن، عطني إثبات. تقول لهم ما عندي إثبات، يقول لك يعني نفتح الباب كل من جي قال أعطوني فلوس نعطيه، شو صحيح ولا لا ها؟ بس كل من جي قال أنا الحق أبوكم نعطيه، معهم حق. فأنت حتى لو مع أخوك اكتب دون سجل، تقول والله أخوي واثق من، ما أقول لك أخوك واثق من ما يخالف، زوجتك واثقة منك واثق فيها، تدري بعض المصائب ها وقعت بين الزوج والزوجة على أموال، صار طلاق، مشاكل كبيرة قايمة الدنيا عليها، والله ما الوقت كل شيء حاصرني، جدا يحاصرني. ولا لا طرحت موضوع الآن ماذا اللي يأخذون من زوجاتهم أموال على اعتبار تعطي الأموال يشتري الأرض يموظفة أو محصلة إرث وتعطي الأموال وبدون عنوان، ما يحطون عنوان ولا ورقة، لما يختلفون يتزوج ثانية أو يصير شيء ويختلفون تعال شوف المشاكل.
تقوم مشاكل الدنيا. يسألها القاضي شلون عطيتي الأموال أنت؟ تقول عطيتي إياهم قرض. قال تكذب، مو بقرض، هدية. شوف كم يطلع عنوان، مرة تقول أمانة وهو يقول هدية، ومرة تقول هي ماذا؟ قرض، ومرة تقول شراكة مشتركة وياه في الأرض وهو يقول لا مو بشراكة. إذا اختلف العنوان تقوم مصايب. فعلى الإنسان يلتفت لها الأمور، صاير مشاكل قد تؤدي للطلاق والنعم وضياع الأطفال بسبب هالأسباب. عموما أكو بعض الناس ياخذ من زيد من الناس وبعدين قال والله بروح أزور الأربعين أنا مشاية، تعال فلان يلحقك بأموال عطيته. قال غلطي بعدين، حل وقت الدين، حل أنت كاتب وياه ورقة والآن خلاص الوقت حانت يسدد، ما يسدد يروح يزور الحسين. زيارة الحسين مستحب وأداء الدين رحم الله والديكم. تدري الله قدم حق المخلوقين على حقه؟ هو الله قدم حق المخلوقين على حقه. تصور إذا أنت تطلبني بمال، ها جو وقت الحج أنت بمال مني، وجو وقت الحج أنا بروح أحج، الله يقول لي ما دام أموال محمد في ذمتك وجو وقتهم لا تحج، عط محمد حقه. شفت شلون؟ أكو بعض الناس أبدا ولا يهتم هالأمور، ما مهتم. صلوا على محمد وآله. نفقة المال يسأل أين من أين وأين من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وين وديت الأموال؟ أكو مسألة الآن بتعرض لها بعد هم جيد، مسائل كثير، مسائل كثيرة، لكن إن شاء الله نوفق نلحق ولو شيء من شيء منها. هذه سمونا أنا سميته هوس الشباب عند الزواج. هوس الشباب عند الزواج، إذا جي يتزوج الله يحفظ الشباب إن شاء الله وبلغهم، بلغ أمهاتهم وأبائهم فيهم. إذا بيجي يتزوج يصيب أحيان هوس، يقوم أموال يجيبها ما يحسب على راتبه البسيط ومعيشة البسيطة، يقوم يقترض أموال ويجمع أموال يريد يسوي فخفخة زواج الأمراء، يسوي زواج ناس على مستوى يعني، ها يبي ذيك الصالة وذاك اللي ما يحتاج في الغداء والعشاء وغيره، وشباب بيعزمهم قبل الزواج بيوم يومين، ها شو يسوي حتى يسوي هالفخفخات دي؟ شو يسوي؟ اول يشترك في جمعيه مع الشباب هاي اللي كل شهر يعطونه واحد، زين هاي واحده. بعدين ياخذ قرض من مال الزواج، قرض من الدوله اللي يعطونه، هاي اثنين. بعدين يقول لحق صديقه انا بتزوج ايش رايك تعطيني قرض وسد بعدين، زين ويعطيه. بعدين ماذا؟ يروح يشتري سيارة بقساط ويبيعها كاش حتى يستلم فلوسها. أهم شيء الحين عنده يجمع فلوس، زين. فإذا جمع مبلغ قال له أبوه شوف الشقة عندك فوق، قال له ما تصلح ذي صغيرة، أسكن في الشقة صغيرة ذي، وراح أجر شقة ب20,000، حاط كنب في الشقة ما أخذ بذاك اللي ما شاء الله، ثلاجة وانتو بكرامة تأهل بعير، فريز واحدة واقفة، اثنين زوج وزوجة، وأم عليك الحساب. وبدأ الآن يشوف عنده فلوس، هو الآن يشوف عنده فلوس فرحان، ها ويا شباب تعالوا حق الغسولة، ها ويا شباب تعالوا صباحية، والصالة يبيها فخفخة، راتب 4,000 و3,000. الحين ما يحس، عنده هوس. حتى إذا تزوج ومواعدها بعد يوديها سفرة عقب الزواج، زين سفرة عسل ما يبوصل. فعموما تزوج الرجال دخل بزوجته شهر توه بدا يحس، الأقساط تطلب والقرض يطلب واخوه يطلب والجمعية تطلب، وحاير هالراتب شو يسوي فيه. وذيك تقول له موعدني أنت، موعدني بسفر. تدري كم زواج فشل بهالسبب؟ هذا من أسباب فشل الزواج. يضيق الدنيا إبه خلاص، هذه بعد ما تستقض تقول أشوف الوعد وارجع بيت أهلي، ها يطلع بدال الزوج يطلع إبه بدين، صح؟ كل هالتعب كله وفي آخر شيء يطلع بدين مديون، يرجع عند أمه على ظهر ديون. وين زوجتك؟ قال طلقنا مرض تجي شقة وينها؟ قال هديت الشقة. الكنب؟ قال وديت الحراج. الأثاث كله باع حراج.
أيها الشباب التفت التفت، ضمنت لمن اقتصد في الرواية، ضمنت لمن اقتصد ألا يفتقر. ها؟ ها؟ الاقتصاد أو التدبير نصف المعيشة. حاول تدبر حياتك، اسأل أبوك وين عاشوا القديمين، شلون عاشوا القدامى، شلون الآباء شلون عاشوا، عوائل في بيت واحد غرفة مكفيتة. احنا ما نقول ارجع على زمن اول كل العوائل في بيت واحد، لكن عندنا مثل جميل جدا حساوي يقول مد رجولك لقد الحافك. بس هاي الفقرة تكفي فيها لعلها تنبيه للاخوان، وفيها كلام طويل بس تكفي فيها، هي تنبيه. ها؟ بعد وفقكم الله، لا بأس بالصلاة على النبي وآله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خلينا نشوف واحدة من الأمانات اللي يمكن حتى اللي كلمكم الله أعلم في ذمته شيء وما يدري. قلت لكم في بعض الأحيان بعض الأمانات في ذمتنا ما ندري عنها، ها، ويمكن أن نستجير بالله. الله نعم الله يرحمنا إن شاء الله. يمكن واحد الله يطلع ماركم يروح من الدنيا وما انتبه لها، هذه إن شاء الله الليلة ننتبه لها إحنا والأخوات. ها شلون شو الأمانات؟ ها عبارة عن حقوق للآخرين، هي عبارة عن ديات، ديات نعم هي بسيطة لكنها في الواقع يحتاج في ذمتك ولو ريال لازم تخلص ذمتك من شنو؟ الإنسان لما يضرب لواحد الضربة، لو ضربت لك واحد يقولوا الفقهاء إذا احمرت الضربة لهدية، وإذا اخضرت أو ازرقت لهدية، وإذا سودت لهدية. الضربة مرتكم في الجسد ومرتكم في الوجه، إذا صارت الضربة في الوجه ها فدية الضربة دينار ونص ذهب، دينار ونص ذهب. اليوم صار اتصال مع أحد الصاغة العصر، قلت تدخلي عشان أدقق في الموضوع ها وأنا حضر، صار اتصال مع أحد الصاغة اللي يحفظهم، ربما هنا ناس يعينوننا بعد من الشباب اللي في الذهب ها. فقال قلت له الدينار ها أو آسف الجرام الذهب كم الآن حاليا؟ قال تقريبا 291 ريال، طبعا عيار 24 ها عيار 24. شوف شوف لحظة دقوا معاي، شوف المبلغ كم بيصير الحين. ها الجرام الواحد 291، الدينار 3.5 غرامات، الدينار الواحد 3.5 غرامات، الضربة بالوجه إذا احمرت دينار ونص، كم تصير؟ دينار ونص، والدينار والدينار ها الجرام آسف الجرام الواحد ها 291. يعني نسوي نضرب 291 في كم؟ 3.5 ها؟ تدري كم يطلع المبلغ؟ 1018.5 ريال. ضربة في الوجه احمرت احمرت 1000 ريال ها؟ 1018.5 زين. وإذا اخضرت أو ازرقت ضربة في 2 ها؟ 3 دنانير كم يصير؟ اضربها 1018 ريال خلي النص 1018 ريال وعليها 1018 ريال 2000 وشوي ها 2000. واذا سودت اضربها في 3 6 دنانير 6 دينار ونص 3 6 6 دنانير تقريبا حسبوها انتم بعد عليكم الحساب ها قريب 3000 وشوي ها اكثر اكثر ها 6000 حسنت 6 هالحدود. انا ما جمعت انا ضربت الأولى بس لضيق الوقت عندي اليوم. فلاحظ كم إذا ضربة وحمرت 1018.5 ضعفها مرة ثانية، إذا اخضرت أو ازرقت ضعفها مرة ثالثة ها ضربها نعم إذا ماذا؟ إذا صار سودت. زين أكو بعض الناس يمشي يسطر في الناس على وجيهم مثل ما قال المؤمن على عياله، تفكر أما يضرب ولده يعني انتهت؟ إذا احمرت حتى الولد لدية، حتى الولد من تعطيه الدية، إذا طفل تحتفظ بها أنت، أنت أبوه تحتفظ بها له لين يكبر، وتقول له ترى أنا يوم من الأيام يحتاج تقول له أو ما يحتاج ها؟ لأن راح يجينا سؤال الآن، أنا هذا اللي عليه حق حق له، لازم أقول له ترى مسوي الشيء ضاربك يوم فلان أنا ضربتك ها؟ وهذا لا ما يحتاج تقول له، لازم أنا بيدي أوصلها له ها وأقول له ترى أنا يوم أنك صغير ضربتك أو ذاك اليوم ضربتك وهذا الآن دية الضارب
ها لا ما لازم انت مو انظروا لي بس تعطيها واحد تثق انه يوصلها. ولو اساله قال له منهم منين يقول له من واحد لك حق من واحد لك ها ما يحتاج يقول له والله ها انه فلان اضربك او فلان سرق عليك لان راح يجينا الان انا هذه الاولى وحده هذه احيانا انت طفل سرقت من دكان سرقت دخلت طفل ما تفهم سرقت شيء من البقاله او شيء ها ها او كسرت شيء وصودت عين ها او صقعت سياره واحد ومشيت ها رجعت ورا وصدمت السياره ما طلعت مهني كاميرات مهني شيء خليه يولي ها هذا كلهم في ذمتك كل في ذمتك. المفروض لما صدمت السياره وماكو احد تبي راعي السياره تتفهم معاه ما شايفه اكتب ورقه وحط جوالك وحطها في الباب مسكها عدل واكتب له ها ترى انا فلان الفلاني وهذا رقمي اتصل علي انا شمخت السياره او ضربت السياره حتى اتفهم معاك. والقضيه ديننا مو بكثره تلعب وتمشي ذي كلها في ذمتك. اكو بعض الزوجات والنساء يشتكون ما يمر يوم الا يضربها ضرب في الجسد او احيانا على الوجه والاطفال مثل ما قال اخوي قبل شوي يضربهم كل هديات تتعلق بذمته ها لازم يهديه والا يوم القيامه الله يعينه يوقف تعال عطها عطى اصحابه الله يعين المدرسين اللي كانوا يضربون الطلاب ها الله يعينهم اللي كانوا يضربون طبعا ان شاء الله ما عندنا مدرس يضرب طلابه طبعا هذه الحقوق يمكن يسال الان واحد يقول شيخنا بس ذكرت لنا انت ان الاولاد يحتفظ به الاب ولده لو الام ضربت الولد تسلم الديه للاب الام لو سطرت الولد او ضربت على الجسد وصار طبعا في الجسد النص ينقص النص في الجسد ينقص النص مو قلنا دينار ونص بالنسبه حق الوجه ينزل النص اذا في الجسد اذا احمرت في كل الحالات ينزل النص زين لو المرأة ضربت الولد غير الإثم أنا ما تكلمت عن الإثم أتكلم عن الدية الآن في إثم غير الدية ها مأثوم إنك تضرب واحد على وجهه مأثوم إثم الرجل مأثوم يضرب زوجته على الجسد على الوجه مأثوم إثم بس الدية هذه ها إذا تضرب الأم الولد تسلم الدية للأب ويحتفظ فيها للولد إلين يكبر تعطيها يقدر ينفق عليه من ديته ينفق عليه من هالدية زين ولكن لو احتفظ فيها لا لا كبر يعطيه اياه الزوجة نعم الزوج لما يضرب زوجته يقول والله عاد ضربناها من سنين احنا الان صرنا مؤدبين الحمد لله وتبنا ما ينفع توبتك يبقى الدية ترجع له وتقول له انا يوم الفلاني ضربتك اتذكر ولك حق الان ها تبين حقك ولا تنزلين اذا قالت نازله عليك بالعافية خلاص تنازلت إذا قالت لا والله بحقي تعطيه شوف عاد كم ضربة احسب كم ضربة ولا احمرت مثل ما قلنا أو ازرقت أو اسودت كم الله يعينك احسب وياها قعد ذاك على حسب واحسب وعطى حقها اليوم خلص ذمتك قبل بكرة تروح من بيخلصك تدري لما الإنسان يطلع من الدنيا والورثة الورثة يعرفون ان علي حق في ذمته يجب عليهم ان يخرجوا الحق ها قبل ان يتصرفوا في الريال واحد من الشركه ها اول يطلعون حقوق الناس ذاك لا قرض اموال يعطونه اياه اذا حل القرض امهم اذا ضاربها الاب وهم يدرون ولها حق وما اعطاها اياه يطلعونه قبل ما يدفعون ريال واحد من الشركه اذا قام عاد شويه كسر خاطرها لا والله أنا سامحيني وكذا وحاول وكل ما قالت له لا أبي حقي ترى ما ينفع إذا ما عطتك من خاطر ما ينفع لازم مو بالضغط تخليه بالضغط عليه تتنازل نعم من طيبة خاطر تنازلت وإلا إذا بالضغط عليهم ما ينفع لابد تعطيه إياه وهكذا البقية الآن سؤال أخير والله الموضوع كلش طويل سؤال أخير أنه يمكن يسأل بعضكم يقول طيب أنا صاحب الحق أولا لا أعرف المقدار ها ها مقدار المبلغ صاحب السيارة الآن صدمته وصقعت ومشيت أولا هو ما عرفه كم تصليحها ما أدري كسرت في البقالة يوم شيء وصديت وطلعت وأحد شافني سرقت شيء وأنا صغير ما حد أذكر سويت هالشيء لكن الآن أنا ما أعرف صاحب البقالة
ولا مرة ما أعرف صاحب البقالة، ومرة المبلغ أعرف صاحب البقالة بس المبلغ ما أعرفه، ومرة ما أعرف لا المبلغ ولا صاحب البقالة. ها؟ هنا في حالات طبعا كثيرة. أولا إن كنت تعرف المبلغ على طول عزلة، عزلة زين، تعرف صاحبه خلصنا من القضية، ودي لصاحبه تقول أنا لو وديت إيش أقول له؟ خذ لك أموال لك بس. تقول استحي أروح له، يمكن يسألني دقق وراي، عطهم واحد يوصلهم، أهم شيء يوصلون له. واللي روح له ما يقول له والله من فلان وانت وضاربك في وقت الفلاني، ما يحتاج حق لك. انت بين امرين، تقول له قل له انت بين امرين، يا تتنازل يا تاخذه، بس ما عندنا غير هالشيء. تقول متنازل عن رحم الله والديك، رجع المبلغ اللي اعطاك اياه. يقول لا والله جبه جبه، لا تسال منين، شفت شلون؟ فهذا اذا تعرفه والمبلغ تعرفه. اذا المبلغ ما تعرفه كم بس تعرف راعي، تحرى كم، ودل المقدار اللي تتحرى. نقول لك كم يعني تتوقع؟ لا 2000 قال لا ايش دعوه 2000، لا هي ضربه واحده، يمكن مره ضربته ها، ويمكن لو حسبناها تجي لها مثلا 500 في الحدود. قول له خلاص اعطى، اقتصر على الاقل على الاقل، شوف شلون. وهكذا اذا نعم ما تعرف المبلغ تقدر كم، اقل مبلغ تقدره خلاص يكفي. إذا صاحب المبلغ تعرف توديه، ما تعرف صاحب المبلغ تستأذن الحاكم الشرعي يعتبر كمجهول المالك، الماذا كمجهول المالك، تستأذن الحاكم الشرعي وتتصدق به عنه. ها شلون؟ فتخلص ذمتك من هذه الأمور. يوقف الإنسان يوم القيامة شو يسوي في روحه لما يوقفونه على ظهره حقوق؟ قال ولدي بيتنازل وزوج، من يتنازل؟ من يتنازل؟ يوم يفر المرء من أبي وأمه وأخي وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المال فتنة، المال فتنة، اختبار. كم آية جات في المال كثير، ها؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال والبنون زينة الحياة. شف الأكبر يعرف، عارف شو يسوي في المال. كان الأكبر كريم سلام الله عليه، من صفات الكرم كان يوقد في الليل نار على الجبل، على الجبل مثل ما يسوي حاتم الطائي. الأكبر أفضل من حاتم وأكرم من حاتم، يوقد نار ها على الجبل. حاتم شو يقول؟ يقول أوقد ها أوقد، فإن الليل ليل قر، والريح يا غلام ريح صر، علا يرى نارك من يمر، فإن جلب الضيف فأنت حر. يحط له غلام على الجبل يوقد النار، حتى إذا شو واحد من بعيد يعرفون هذا كريم. العرب هي يسوونها. الأكبر كان يصنع هذا، كان كريم. ومن صفاته، ومن صفاته أيضا العلم، كان عالما كبيرا الأكبر سلام الله عليه، هو عايش في بيت علم بعد. ومن صفاته الشجاعة سلام الله عليه، كان شجاعا بطلا. ها الشجاعة ما بيدورها من بعيد، الأكبر ما بيدورها. اسمع الشاعر شو يقول، يقول جمع الصفات الغر فهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللهم صل وسلم. كان من صفاته الثبات على الحق، ها؟ حتى أنه الحسين ذات مرة كما كان يسير في طريقه إلى كربلاء، ها هومت عيناه بالنوم صلوات الله وسلامه عليه من تعب الطريق. الحسين انتبه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون 3 مرات، ها وهو يقول الحمد لله الحمد لله. الأكبر التفت قال له أبا، ها لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله أبا لما استرجعت؟ قال عنا لفارس يقول القوم يسيرون ومنايهم تسير أمامهم. قال أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي أن نموت محقين، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. فهذه ثبات الأكبر سلام الله عليه. الأكبر شبيه النبي، أشبه الناس برسول الله. منين نعرف مؤمننا أشبه الناس؟ مو كلام اللي كلمكم، اسمع كلمات أبو الحسين لما أراد الأكبر أن يبرز. صعب على الحسين يقول له روح طعمل السيوف، صعب كلش صعب، فلذة كبدة وشباب 27 سنة العمر، الله يساعد قلبك أبو علي. ها
لما أراد الأكبر يبرز وأخذ يلح على أبوه التفت الحسين، اسمع اسمع، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقة، حتى في الكلام ومنطقة، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه، اللهم امنعهم قطر الأرض. مبعادة الحسين يدعو، بس محترق قلبه مؤمن، مبعادة الحسين يدعو على حال بس من حرقة قلبه، ها، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم التفت إلى عمر بن سعد، يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. الأكبر لما سمع الكلمات هذه فهم منها الإذن، اسمع، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم، فهم الإذن الأكبر، برز إلى القوم، ها، أخذ يضرب فيهم سلام الله عليه ضربات، نعم ضربات جد أمير المؤمنين وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، ها، قاتلهم مقاتلة نعم عظيمة حتى قتل منهم 120، لما قتل 120 بعد أحجم القوم، ماكو أحد يبرز، ها، لأن من برز قتله الأكبر، كل من برز قتله الأكبر. وإذا أخذ عمر بن سعد يرسل الأبطال، أرسل عن طارق بن كثير، ها، أرسل طارق بن كثير وأرسل معه أولاده 7، كلما أرسل واحد جد له الأكبر، إلى أن تحير عمر بن سعد، الميدان خلى ما حد جاي يبرز، وإذا الأكبر بالميدان، ها، ينثر بيده السنان ينادي، ها، هل من مبارز، هل من مبارز إلى فتى غير إلى فتى من هاشم، من هاشم منبة موش ملفوف، أبو حسين بالميدان معروف، وجد حيدر الكرار موصوف، عم الحسن والعباس الأزهار تبختر فوق مهره، وقال يومي وقال لزانة على الخيل حومي، ذبها وقال للرايات قومي عن دربي وصير تياه بالبار. بقي الأكبر نعم بالميدان، ماكو أحد يبرز، وإذا عمر بن سعد قام ينادي على الأبطال، دور أكبر بطل وهو بكر بن غانم، ها، الحسين عند باب الخيمة يطالع في الأكبر وحملاته قلبه مستار، ليلى بخيمة أخرى طالع بوجه الحسين مخليته مرآة، لما برز بكر بن غانم لعلي الأكبر تغير وجه الحسين، صاحت ليلى سيدي أبا عبد الله هل جرى لولدي شيء، أصيب الأكبر بمكروه، قال لا يا ليلى ولكن برز إلي من يخاف عليه من، قالت سيدي ماذا أصنع، قال ليلى ادعي لولدك دعاء الأم لأولادهم مستجاب، خواتي عندكم أولاد الليلة والأكبر ادعوا لهم مع ليلى، دخلت الخيمتها الغريبة وتوسلت للضبح بالحسين، وش ما بيمصي ابني علي سالم تجيب يا راد، يوسف من بغي ليعقوب ومسجد نحي ابني علي سالم تجيب، عظم الله أجوركم، برز اللعين بكر بن غانم، حاول أن يجد شيء، نعم كان قد نعم كان بكر بن غانم قد وضع عليه من الحديد ووضع على رأسه وجسده من نعم مما يمنع الضربات عنه، ولكن بدعوة الأم بدعوة ليلى بقدرة الله انخرق الدرع الذي على بكر بن غانم عند نعم كتفه الأيسر عند القلب، سدد إليه الأكبر ضربة في قلبه أرده صريعة، قطع رأسه وإجا شايلة جاي شايلة عند أبو الحسين، أبا صيد الملوك ثعالب وأرانب،
وإذا برز في صيدي الأبطال أريد جائزة. قال له الأكبر الحسين يقول له أكبر اطلب شتريد. يقول له شربة مية الجبد يتقوى ورد للميدان وحدي يا ابوي انفطر جبدي وحق جدي شمس وعطش والميدان والحق. يقل له منين اجيب الماي ابني؟ يقل له منين اجيب الماي ابني؟ ما هو حجيك بهض حيلي وشعبني وفت روحي وحمس جبدي ولسبني يا ابوي استخلف الله العمر واصبر. تقل اصبر وقلبي صار نصي تقل لي اصبر وقلبي صار نصين. شلون اصبر يا ابويا والصبر مر. اراد الاكبر ان يبرز مرة اخرى عند ذلك ناداه الحسين اذهب الى امك ليلى. ذهب اليها واذا هي في الخيمة مغشيا عليها. جلس الاكبر عندها افاقت من غشوتها ضمت الاكبر الى صدرها ودعها الوداع الأخير. جاء إلى أبيه الحسين نادى الحسين يا زينب يا أم كلثوم يا بنات الرسالة هل ممنا وتودعنا من الشباب حطنا عليه من كل جانب هذه تضمه تلك تشمه تلك تقبله. ثم ضمه الحسين إلى صدره أويلي بنت لاقر لك 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 هذه هاويلي بنت لقو لا ابن لبيا والابن لا على ولدي ويلي وداع لقشا يحب حسين خد ابنا ويشم ونار اللي وسط قلبه بقلبه يخفيها عليه ونوب تظهر. عظم الله أجوركم. وإذا الأكبر انحدر إلى الميدان أخذ يضرب في القوم وقد اشتد به العطش. يا الله حتى أكمل المئتين وإذا بمنقذ ابن مرة العبدي يقول علي أثام العرب لئن مر بهذا الشاب لأذكلن أباه فيه. مر الأكبر يضرب في القوم وإذا بمنقذ ابن مرة العبد رافعا سيفه فاتحا باعه ضرب الأكبر على رأسه. شطر هامته نصفين نزف الدماء الأكبر انقلب على طربوس الجواد حتى يوصله للحسين. نزلت الدماء على عيني الجواد دخل به داخل المعسكر. هذا يضربه بسيف وهذا يطعنه برمحه حتى قطعوا ربه. لما بلغت روحه التراق صاح عليك مني السلام أبا حسين. سمع الحسين صوته انسدت الطرق في وجهه أخذ ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي. نادى زينب سيدي أبا عبد الله من تنادي؟ قال علي رار ذهب علي الأكبر قتل علي الأكبر. جاء إليه مقطع على وجه الأرض على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى. قتل الله قوما قتلوك يا ابويا من سمع يمك يمك وني إيه سعد الحسين سعد الحسين قاعد يم الأكبر
ينوح على ولاد الشباب يا ابو يا من سمع يماك وني ومن شبحات من شبحات لعند الموت إلى العشرين إلى العشرين ما وصلنا سني وحاتبني عليك الدهار لقشا يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. يعطيكم العافية، أنا متأخر شوية، لو تفتحون لي مجال برحمة والديكم. الله يغفر ذنوبنا وذنوبكم جميعا، يقضي حوائجنا وحوائجكم جميعا، إلى أرواح موتى المؤسسين، موتى الحاضرين، موتى جميع المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.